حريق كبير اندلع مساء أمس في مدرسة أوكر بوسكولان المتوسطة والثانوية في بلدية لوتورب التابعة لأونلاند يتسبب بتدميرها كاملاً. مسؤولون في المدرسة والبلدية وعدوا بإيجاد حل قبل بداية الفصل الدراسي الجديد. وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن الحريق سببه صاعقة برق قوية. الشرطة الدنماركية تعلن اعتقال رجل يحمل جنسية سويدية في 20 من عمره للاشتباه بتورطه في الانفجار الذي وقع في مبنى حكومي بكوبنهاجن الأسبوع الماضي. القبض على الرجل تم مساء الثلاثاء الماضي بعد تحقيق أولي قامت به الشرطة الدنماركية بالتعاون مع السلطات السويدية. ازدياد مبيعات العقاقير الطبية المضادة للتدخين منذ بدء تطبيق القانون الجديد لحظر التدخين في الأول من تموز يوليو الماضي، كما زاد عدد الأشخاص الذين يطلبون المساعدة من أجل ترك التدخين وفق تقرير نشرته وكالة الأنباء السويدية. التقرير اعتبر أن قرار الحظر الجديد كان سبباً في إقلاع الكثيرين عن التدخين. السلطات الصحية في بلديتي بوكس هولم وترانوس تدعو السكان إلى غلي الماء قبل شربه، وذلك لتسرب مواد ضارة إليه بسبب تأثره بأعمال الحفر والصيانة. المشكلة وقعت في أحد أنابيب المياه في ترانوس أمس الثلاثاء أثناء عمليات الحفر والصيانة الجارية هناك. بلديتا أوري وكروكوم تشترطان تقارير طبية على التلاميذ الذين يطالبون بطعام خاص في المدارس. القرار جاء بسبب ازدياد عدد هؤلاء الطلاب خلال الأعوام الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف بالنسبة للبلديتين.